باسمي وصفتي نرحب بكم يعني في جماعة ولاد برحيل ونتمنى لكم يعني مقام طيب. إخواني أخواتي، أنا بالدور ديالي كرئيس ديال الجماعة حنا كنشتغلوا منذ تأسيس هذا المجلس. أولا بدينا كنشتغلوا من المحور الأول اللي هو البرنامج الانتخابي اللي التزمنا فيه مع الساكنة، اللي كان فيه عدة قطاعات، منه المستشفى المحلي لمدينة ولاد برحيل، ومنه أيضا البنية التحتية كالطرق والتعليم، والبرنامج ديالنا راه كان واضح، وحنا كنقولوا إن شاء الله بأننا غادي ننفذوا البرنامج ديالنا كامل اللي وعدنا به الساكنة في المدة ديال 6 سنوات، فأقل مدة اللي هي 3 سنوات، أو بذلك انطلقنا في البرنامج ديال الجماعي، المخطط الجماعي. برنامج عمل ديال الجماعة بتسمية جديدة، اللي هو واحد برنامج طموح اللي تستحقوا مدينة ديال بلاد برحيل والساكنة ديال بلاد برحيل. ولكن حنا دائما كنا كنشتغلوا في صمت، لأن إذا كنا كنشتغلوا في صمت كنتمشاو أكثر. إذا كنا كنشتغلوا ويعني موضين واحد الزوبعة في كل لحظة كنتعطلوا أكثر، وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي حنا ما كنفوتوش، يعني ما بغيناش كل مره نبقاو يعني ندويو من فراغ. كنتسناو المنجزات اللي هي حقيقيه. اولا هذه المنجزات الحقيقيه اللي هي كتصنف عده ديال القطاعات، انا غادي نصنفها ونحاول نصرفها لان هي في الحقيقه شويه كثيره وصعبه باش نقدر نصرفها كلها في واحد الوقت محدد، ولكن غنحاول نصنفها قطاع بقطاع. دونك إذا سمحتوا أنا غادي ندوي في القطاع ديال الصحة اللي هو موضوع يعني وشيك على الصعيد الوطني اللي فيه مشاكل سخون في البرلمان، كل مدينة كل إقليم، اللي هو الموضوع ديال الصحة اللي كتجاهد فيه الحكومة اللي حنا كننتميو ليها كحزب الاستقلال، كنشاركوا في التسيير ديالها. حنا دائما اللي كنا كنشاركوا في التسيير كنفتخروا وكنخرجوا علينا، وحنا كنقولوا حنا راه خدامين او لا حنا راه خدامين، وكنسكتوا. حنا داكشي اللي كنديروا معترفين به وقابلينه، وكان يعني فوق راسنا بالدارجه العاديه. اذا القطاع ديال الصحه حنا في ولاد برحيل كان الطموح ديالنا 2009-2015 كنا كنجريو فيه كجماعه انذاك، وكنت انا نائب الرئيس في جهه تسمسه درعا انذاك، لان دابا سميتها جهه تسمسه ولكن كان قبل سميتها جهه تسمسه درعا. وكنت في ابرام هذه الاتفاقيه مع وزاره الصحه، كان المستشفى ديال ولاد برحيل، وكان المستشفى ديال قلعه مكونه وديال تنغير. مع الاسف المستشفى ديال قلعه مكونه والمستشفى ديال تنغير نزلوا، ولكن المستشفى ديال ولاد برحيل بقى في المكانه ديالو في الرفوف فين خليناه في اطار تهيئ ديال هذه الاتفاقيه ديال 2014. مده ما بين 2015 و 2020 هذا البروجي هذا اللي هو كان يكون خدام، كان شي مجلس كيشتغل، كانت شي مؤسسه اللي هي كتشتغل يعني بالحرقه على البلاد، كان هذا المستشفى يكون خدام في 2021. الا اننا تصدمنا فاش خلينا في 2021 كنلقاو الملف فين خليناه في النهايه ديال 2014. المشكل الاساسي الاولي هو العقار. بالتالي جينا نشتغلوا على العقار، لقينا بانه باش تاخذ العقار ديال الدوله ديال املاك الدوله تتخصك الموافقه ديال وزاره الماليه، لاكور دو بيجي، كتسمى لاكور دو بيجي. هاد لاكور دو بيجي هي النقطه الاساسيه الاولى في انطلاقه المشروع، ما كايناش. بحال ما كان كيدار والو مده ديال 6 حتى 7 سنوات، ما كانش كيدار حتى شي حاجه اللي نقدروا غادي تقول غتخرج من المستشفى الوجود. اشتغلنا على تسوية ديال العقار مع أملاك الدولة ومع وزارة الصحة حتى خرجنا العقار وملكناه في إطار وزارة الصحة. عاود اشتغلنا ما بين وزارة الصحة ووزارة التجهيز حتى ديليغا مشروع لوزارة التجهيز، ديليغا الوكالة الوطنية لانيب اللي هي طبعا وزارة التجهيز اللي هي غتكلف بها. أيضا تعطات الصفقة ديال المهندس المعماري ودات الدراسة المعمارية واليوم موجودة، وتعطات الصفقة ديال الدراسة التقنية
في 20 في شهر 7، وعندنا اليوم انه ان شاء الله في الافق كنتمنوا انه الاشغال غادي تنطلق فيه قبل من النهايه ديال هذه السنه اللي حنا فيها الاشغال الكبرى، وبالتالي مستشفى ضخم يعادل مستشفى ديال مدينه تربان اللي التكلفه ديالو غير ديال البناء غادي توصل 120 مليون ديال الدرهم، 12 مليار في البناء، والتجهيز ديالو اللي غادي يقدر يفوق واحد 60 مليون ديال الدرهم، اي عندنا واحد البروجي كبير، مشروع كبير ديال المستشفى اللي غتستافد منه المنطقه والجامعه كلها، اللي تقريبا التكلفه الاجماليه ديالو ما بين الدراسات والتجهيز والبناء والعقار اللي غادي يوصل 200 مليون ديال الدرهم، 20 مليار، مستشفى في المستوى اللي كطمح ليه المنطقه ككل ماشي ولاد برحيل، هذا مستشفى اللي غادي يكون كيهز المنطقه ديال ولاد برحيل والاوروز وكيدير المنطقه كلها، المنطقه كلها كجامعه قرويه وكيدير ايضا كجامعه حضاريه ديال ولاد برحيل. وعندنا المركز الصحي اللي هو انتهوا الدراسات ديالو وغادي يخرج في لي جورنو في هذا الاسبوع، يعني هذا الاسبوع اللي قدامنا، إذا ما خرج لأن كان عندي موعد أنه يخرج قبل من من يعني في نهاية الأسبوع الأول في شهر 8، أنا كنت مع الأسف كنت مسافر هذا الأسبوع ما كنتش متبع، ولكن إذا ما كانش خرج في الأسبوع غادي يخرج في الأسبوع الآخر اللي هو التهيئ ديال المركز الصحي ديال الحالي اللي غادي يكون فيه ما غاديش يبقى مركز صحي بالطريقة التقليدية القديمة، غادي يولي مركز صحي اللي فيه 6 ديال الأطباء. غادي يولي فيه طبيب ديال السنين وطبيب ديال العينين وجوج الاطباء عامين وطبيب ديال النساء والتوليد، غادي يولي مركز صحي من الصنف الاول اللي غادي يكون فيه 6 ديال الاطباء وغتكون فيه لابوراتوار وغتكون فيه مركز طبي اللي هو غادي يولي واحد المركز صحي شبه مستشفى بهذا الشيء اللي كنفكروا فيه حنايا، اللي حتى هو القيمه ديالو كتروح ما بين التجهيز والدراسه والكلفه ديال ليزاميناجمون ديال التهيئه اللي غتوصل 10 مليون ديال الدرهم، اللي حتى هو غادي ينطلق فيه الاشغال قبل من النهايه ديال السنه، هذا دائما في المجال ديال الصحي، المجال ديال الصحه. دونك هذا المجال ديال الصحه كما قلت لكم كاين المستشفى وكاين المركز الصحي، يعني ان شاء الله اللي تستحقوا جامعه ديال ولاد برحيل والساكنه المجاوره لجامعه ولاد برحيل، الجامعه المجاوره اللي هو ان شاء الله في طور الانجاز، وغادي ان شاء الله ويكون الطموح ديالنا انه المستشفى ديال الكبير انه يشتغل قبل من 2025 او نهايه 2025 حسب الوعود اللي عطاتنا الوزاره والوعود اللي عطاتنا الوكاله الوطنيه راهي. دونك المجال ديال الصحي الحمد لله راه غادي بخير، كما قلت لكم حنا اشتغلنا على هذه الملفات بجديه وبحرقه والحمد لله راه هي اليوم قيد الانجاز، ونتمنى ان شاء الله انها تكون في اقرب اجل، يعني تستفد منها السكينه وتستفد منها المواطنين جميعا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.